مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقات جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم دائما بين نستضيف رجالا مميزين، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا رحبوا معي بسبيشال بزنس مان مستر راشد المالكي، صاحب ومؤسس انترميشن فيرتشوال رياليتي سكيب رومز. بداية أسعد الله أوقاتك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك حبيبي. الله يخليك. تسلم. في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع الخاص لإلك؟ تمام. إحنا فتحنا انترميشن صار لنا تقريبا سنة وإن شاء الله مكملين. يعني الفكرة بدأت بصراحة من وقت الكورونا، فاللي صار إنه يعني في كتير بالاقتصاد نازل وطالع، في كتير فرص بتطلع من شغلات زي هيك. صحيح انه الموضوع كامل كان انه سيء بالنسبة لكتير ناس، بس طبعا في opportunities بتطلع من الشغلات هاي، فحبينا انه نفتح شغلة جديدة. انا طبعا دائما بحب الالعاب من وقت ما انا صغير ولحد اليوم، حتى انه ستيل يعني بالاونلاين جيمينج. فاجت فكرة الفيرتشوال رياليتي سكيب رومز من وقت ما كان الاسكيب روم ولسه يعني كتير popular، فاحنا حبينا انه نجمع بين الاسكيب روم والفيرتشوال رياليتي بنفس الوقت. فالفكرة كلها طلعت من وقت الكورونا بصراحة يعني وكملنا إن شاء الله مكملين أكثر يعني. إن شاء الله. حابين نعرف الألعاب الموجودة في Virtual Reality Escape Rooms. تمام. هلا إحنا الحلاوة بالVirtual Reality إنه ما بتحتاج المساحة الكبيرة، فإحنا في عنا غرفتين mainly مقسومين وعنا مجموع 17 لعبة، فإحنا ممكن إنه نجمع كل الألعاب في غرفة واحدة، وطبعاً أنت بتصير تبدل بين الألعاب. إحنا بنحاول إنه نضيف لعبة على الأقل واحدة كل سنة. هلا هي صحيح إنه يعني very slow بالproduction تبع الألعاب، بس الموضوع إنه إحنا بنركز على الكواليتي تبع اللعبة نفسها على أساس إنه نعطي the best experience للكاستمر. حابين نعرف التميز والنجاح، شو الأشياء اللي بتميزكم في السوق؟ اللي إحنا بنتميز فيه بصراحة إنه ما في كتير فيرتشوال رياليتي بدبي أو حتى بالإمارات كالميكس بين الفيرتشوال رياليتي والإسكيب روم. إحنا عارفين الفيرتشوال رياليتي كالألعاب العادية أو الإسكيب روم بشكل خاص، بس إحنا يعني من الناس الوحيدين اللي بنجمع الاثنين سوا. واحدة من الشغلات كمان بنعملها، إحنا بنعمل بيرثدي بارتيز، في عنا غرفة البيرثدي بارتيز، واللي متميز فيه إنه دائما البيرثدي بارتيز عنا بتكون برايفت، فإنه بناخد بس الأتنديز تبعون البارتي نفسها، ما بنخلي أي حدا تاني يعمل بوكينج على نفس الوقت سلوت يعني للجروب. جميل جدا. كرجل أعمال ناجح، حابين نعرف النظرة المستقبلية لإلك بعد 3 سنوات من الآن. إن شاء الله يعني إحنا يعني حصلنا نجاح كويس في السنة الأولى، وإن شاء الله حابين نكمل. البلانز اللي عندنا ان شاء الله انه نفتح فرع ثاني في اماره اخرى. حاليا مفكرين بابو ظبي، ومفكرين بمناطق شماليه تقريبا، ممكن يكون في راس الخيمة. اكيد بنتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله، وتكبر اكثر وتفتح فروع في الدوله كلها باذن الله. استاذ راشد، احنا عايشين في بلد الامن والامان دوله الامارات العربيه المتحده. شيوخ دوله الامارات ما قصروا، قدموا الدعم اللامتناهي والبيئه الخصبه والأمن والاستقرار. حابين نسمع منك رسالة شكر لشيوخ الدولة، وتهنئة أيضا بالعيد الوطني 51. طبعا نحب نهنئ حكام الإمارات وشعب الإمارات بالعيد الوطني 51، وإن شاء الله يظل الأمان مستدام في البلاد يعني، والكل يكون سعيد. وشكر خاص طبعا للحكام والشعب مرة ثانية. شكرا كثير لرسالتك، وأكيد الله يطول في أعمار شيوخ الدولة ويديم نعمة الأمن والأمان. قبل ما اختم البرنامج، حابة اعرف الموقع الجغرافي للفيرتشوال رياليتي سكيب رومز. احنا طبعا الموقع تبعنا في البرشا هايتس اللي هي تيكوم، احنا في بناية الورسان تاور في الدور التاسع 905. مشاهدي الكرام، ارقام التواصل والموقع الجغرافي اسفل الشاشة. استاذ راشد، شكرا كثير لاستضافتك، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية وبالتوفيق باذن الله. مشاهدي الكرام، ولو هنا تنتهي حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.